كما تتوفر الولاية على 3 مناطق نشاط بكل من العامة المشرية وعين الصفرة التي تبعد 10 كيلومترات شمال العامة. مؤهلات وفرص استثمارية واعدة. ملتقى إعلامي ترويجي بولاية النعامة. فرصة للمستثمرين على 150 هكتار بالمنطقة الصناعية بحور شاية. وكل المتطلبات متوفرة. منطقة بامتياز معول عليها لجلب المستثمرين بل حتى مناطق أخرى جاهزة بالمشرية والعين الصفراء. لنا اليوم ننظم هذا اللقاء من أجل إبراز واقع هذه الولاية. واقعها بمكوناتها، بقدراتها، بمؤهلاتها، بثرواتها. لأن فعلا تزخر بإمكانيات هائلة، ولكن مع الأسف لم تستغل أحسن استغلال. والفرص بكل متعاملين داخلي وعلى مستوى الوطن حتى في الخارج مرحبا بهم. أنا اللي جاي قدم لي الإضافة مرحبا به، أنا اللي جاي وراه خاصكم نحتاجه. لقاء الهام لإبراز كل الإمكانيات التي توفر عليها الولاية. نظن أنه قطار التغيير انطلق فيه مقاومة على كل المستويات. منطقة صناعية بهذه الإمكانيات، الماء وفرة كبيرة من المياه، أيضا الطاقة كنا يعني سمعنا للسيد مدير الطاقة حول يعني الربط بطاقة اللي متوفر وقادر يستوعب أكثر من حاجيات هذه المنطقة، حتى الربط بشبكة الاتصالات متوفر. بياخذوا معلومات على عمل هذا اليوم الترويجي الإعلامي على مؤهلات هذه الولاية. وشيء اللي لمسناه اليوم بلكن إرادة قوية. أول شيء إرادة قوية على المستوى المركزي، والسيد رئيس الجمهورية بعطى كل اهتمام وكل عناية خاصة هذه الولايات الداخلية اللي تتطلب اليوم اهتمام خاص بكل صراحة اليوم، لأن اليوم إذا شفنا ودرنا مقاربة شفنا باللي فيه عدم التوازن في السابق، باللي كان فيها بعض الولايات خذت حقها في جانب الاستثمار. هذه الولايات الداخلية رغم المؤهلات رغم الثروات اليوم في توجه جديد. نحن يعني على بالنسبه للتقييم، التقييم كما ذكر سيد المدير الوكاله الوطنيه سيكون بعد 6 أشهر، لابد ان تكون هناك نتائج حتى يكون من التقييم. اما يعني اللقاء فيه نيه، فيه اخلاص. نحن نعرف ان هذا الوطن فيه خيرين من مسؤولين ومن مستثمرين. لهنا جيت لولايه النعامه باه ندير استثمار يعني في تحويل الفواكه والطماطم الصناعية، ولقيت موافقة من السيد الوالي المحترم تاع ولاية النعامة والمدير العام تاع ترقية الاستثمار. الفكرة أو القرار بالأحرى باش نقوموا بعملية توسيع المشروع اللي هو مشروع مصنع قفاز الطبية من سعيدة، من سعيدة نوسعوا هنايا ثاني نيكستونسيون ونيفو دو لا ولاية دو النعامة إن شاء الله، ويكون فيها خير. لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون فيها بور كريي دي زوفر دومبلوا بور ابسورفي لو شوماج، بزاف صوالح إن شاء الله. حقيقة ما رأيته يعني كان شيء جميل جدا، خاصة أنه المنطقة الصناعية ضمن في منطقة الحرشية تسخر 100% بجميع المؤهلات وبداية الاستثمار. احنا مستعدين انه شركتنا مستعدة ان تكون في اطار المصلحة الوطنية في اي مكان، سواء في النعامة او في ولاية اخرى ان شاء الله. ولاية التي تسخر بمقومات هائلة في مجال الاستثمار، من عقار، من موارد بشرية، من بنى تحتية. لذلك هذا الملتقى يعتبر مبادرة طيبة من السيد الوالي. يعني نحن كمؤسسة جزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية نثمن مجهودات السيد الوالي والوكالة التجارية لترقية الاستثمار على هذا الملتقى الوطني الذي يروج يعني مؤهلات ولاية النعامة بما تزخر به من مناطق صناعية ومناطق فلاحية، يعني وستكون باشرة خير على الولاية يعني بولوج المستثمرين إلى هذه الولاية يعني وقيامهم بنشاطاتهم الصناعية والفلاحية.